نبقى مع الرياضة، حيث تنظم السفارة الأمريكية بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفريق أمل السلاوي دورة تكوينية لفائدة لاعبات ومدربات كرة القدم تحت إشراف أطر تقنية أمريكية بالمركز الوطني بالمعمورة. قائمة بالعوشي وياسر الدغمي حضر أول حصة تدريبية وأعد الربورتاج التالي. لاعبات ومدربات من مختلف ربوع المملكة حضرنا هذه الدورة التكوينية من تأطير المدربة الأمريكية ليسلي غاليمور إلى جانب نجمتي كرة القدم الأمريكية ماريان دالمي وأنجيلا هوكينز التي ستصل يوم غد. عندما اللاعبات تصل للآخر سنوات الآخر وقت ديالهم كلاعبات، بعدهم ما كتشوفوش المستقبل كمدربة، إذا لذلك تكلمنا مع الشركاء ديالنا وقررنا ندير شي برنامج باش نشجع جيل جديد ديال المدربات. ليسلي غاليمور صاحبة التجربة الكبيرة هي المدربة الرئيسية بجامعة واشنطن وسبق لها أن دربت المنتخب الأمريكي لأقل من 19 سنة. Very humbled and honored to be here. لا شرف كبير أن أحضر هذا التكوين. إني منبهرة بالمستوى الجيد للمشاركات، كما لا أخفي إعجابي بقدرتهن على الانسجام والتحصيل. 40 مشاركة إلى جانب لاعبتين من ليبيا وتونس يأخذن هذا المعسكر التدريبي الذي تضمن دروسا نظرية وتطبيقية. اكتساب مزيد من الخبرة ونتعرفوا على الطرق الجديدة ديال التدريب اللي ما عندناش هنا في المغرب، لا من ناحية التكتيك ولا من ناحية التقنيات ولا كيفاش نتعاملوا مع اللاعبات على حساب النفسية ديال كل لاعبة. نتوخى من هذه المبادرة هي أولا توسيع قاعدة المدربات في المغرب باش يكون عندنا واحد العدد كبير ديال المدربات إينات، يعني بهاد الكلمة اللي غادي يقدروا ياخذوا اللي يقدروا يدربوا بنات صغارين في لي زيكول في لي كلوب. الرقي بمستوى كرة القدم النسوية الوطنية يمر عبر التكتيك من الدورات التكوينية والاستفادة من مدارس رائدة على مستوى العالمي كالمدرسة الأمريكية.